خلينا نروح بما ان احنا بنتكلم بقى على الشباب والرياضه في المنطقه العربيه، فنحن نتطرق الى المنطقه العربيه وعلاقه مصر بالاشقاء. هتجد انه دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في دوله الامارات العربيه المتحده، ومعاه وفد مصري رفيع المستوى. ليه؟ لتنشيط الاستثمار. معانا على التليفون محلل اقتصادي الاماراتي الاستاذ نايل الجوابره. اهلا 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 بيك. اهلا وسهلا بك وبجميع مشاهديكم وحياكم الله. ازاي منور القناه الاولى وبرنامج التاسعه؟ منوره باهلها واهلنا اللي موجودين في مصر، حياكم الله. الله يخليك يا سيد نايل. خليني افهم منك اكتر على شكل التعاون الاقتصادي المستقبلي ما بين مصر والامارات والامارات ومصر، لانه التعاون كان قائما والحمد لله زال ويمتد الى يوم الدين باذن الله، لكن الرؤيه المستقبليه للتعاون الاستثماري والاقتصادي ما بين الدولتين الشقيقتين. هي بكل تأكيد التعاون الاقتصادي والتعاون السياسي والتعاون في الاجتماعي بجميع المجالات. لا ننسى أن هذه عبارة عن مبادرات الشراكة الصناعية المتكاملة لتنمية الاقتصاد المستدام، خاصة لأن مصر سوف يكون هناك اجتماع للمناخ في الفترة القادمة، وطبعا هذا يدعم بشكل كبير التنويع الاقتصادي. وكان الاجتماع رئيس مجلس الوزراء المصري في أبو ظبي بعدة مستثمرين من كبار المستثمرين في الدولة لحتى يكون هناك زيادة في الاستثمار. لا ننسى وجود مصر معانا نحن كدول الخليج، هي تعتبر داعم كبير إن كان الشق السياسي أو الشق الاقتصادي. مصر تعتبر لاعب دور كبير في منطقتنا وخاصة في منطقة الدول العربية إن كان في السياسة أو كان في الاقتصاد. الآن بسبب وجود أيضا لا ننسى الأوضاع الجيوسياسية الضاغطة وخاصة بتنويع الاقتصاد وتنويع مجال الاقتصاد إن كان في مصر، بعد طبعا الآن الدعم الكبير للقمح المصري في داخل مصر هو دعم كبير للسلة الغذائية للوطن العربي في المستقبل. صحيح جدا. طيب الإمارات ليها تجربة تنموية وتجربة في الاستثمار الحقيقة ما شاء الله يعني أكتر من رائعة، وبالتالي الإمارات واحدة من الدول الأكثر جذبا للاستثمارات من كل حتة في العالم. كيف ترى الإمارات مناخ الاستثمار في مصر والتجربة الاقتصادية الجديدة في مصر واللي بدأت من 2014 وحتى هذه اللحظة؟ هي بكل تأكيد تجربة جدا ناجعة بوجود الاستثمار في مصر، ولا ننسى أن مصر تعتمد بشكل كثير على قوائم اقتصادية قوية بسبب وجود عمالة قوية في داخل جمهورية مصر، وهذا يعتمد بشكل كبير على تنويع الاقتصاد وتنويع الصناعات في داخل مصر. كما كنا نتوجه دائما أن هناك التعاون السياسي، الآن التعاون الاقتصادي المتكامل وخاصة بالنوع المفضل لدى العالم الذي دائما نتحدث عنه المستدام، أي أن هناك الطاقة المتجددة، وهذا النوع هو تعتمد عليه الدول المتقدمة وتعتمد عليه بوجود مصادر طاقة جديدة في جميع أنحاء العالم. والآن الطاقة المتجددة هي التي تلعب دور بعد ارتفاع طبعا أسعار النفط، والطاقة المتجددة بوجودها في مصر تلعب دور كبيرا، ولا ننسى وجود منطقتنا في دول الخليج وأيضا مصر وأيضا كل الأردن بأن تكون هناك التكامل الكهربائي هو يجعل قوة اقتصادية قادمة في المستقبل. الآن هذا الاجتماع، وطبعا سوف تكون عليه اجتماعات أخرى مترقبة من قبل طبعا في دولة الإمارات من المستثمرين وأيضا في مصر، أن يكون هناك الطاقة المتجددة المستدامة وأن تلعب دورا كبيرا في مصر، لأن هناك تحتاج إلى أن تكون طاقة متجددة، لأن الجو يلعب دور كبير في مصر إن كانت الطاقة الشمسية أو الطاقة الرياح، وخاصة بوجود طاقة الرياح في البحر الأحمر، وهو ما يدعم الطاقة المتجددة في المستقبل والاعتماد بشكل كبير على تنويع الاقتصاد كما ذكرت، وتنويع بشكل كبير وجود أيدي عاملة قوية في الجمهورية العربية المصرية بإذن الله. طب سيد نايل أخيرا، مش عايز أطول عليك وإن كنت مبسوط بالمكالمة، ونتمنى نراك قريبا في القاهرة وتبقى ضيف عزيز علينا في الاستوديو، لكن
من المعروف انه دولة الامارات العربية المتحدة قامت بضخ استثمارات اكتر من رائعة يمكن خلال الشهرين اللي فاتوا في جمهورية مصر العربية، هل تتوقع المزيد من الاستثمارات الاماراتية خلال الفترة المقبلة؟ بكل تأكيد، وهو ما سوف يدعم الاقتصاد المصري، لأن في أحد المؤشرات العالمية قد اتجهت بأن يكون هناك، وهذا دليل على التعاون الاقتصادي بين البلدين الكبيرين، إن كانوا من جمهورية مصر أو من كان من دولة الإمارات، بأن يكون هناك اقتصاد متقدم للفترة القادمة. الزعزعة الحالية التي هي موجودة في الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية هي ما تجعل وجود أحد المؤشرات بأن تكون الاقتصاد المصري وضعها من مستقر إلى سلبي في الفترة القادمة بسبب الأوضاع الجيوسياسية الخارج عن النطاق، وخاصة بسبب أسعار القمح، إلى أن سوف يكون في الفترة القادمة دعم الاقتصاد المصري بشكل كبير، إن كان بوجود النفط وخاصة بارتفاعه، وأيضا بوجود استثمارات جديدة. وسوف تكون التركيز في الفترة القادمة بكل تأكيد على التصنيع، وخاصة التصنيع في الطاقة المتجددة التي سوف يكون لديها عمق كبير لدول العالم في جمهورية مصر العربية. بإذن الله بإذن الله، ونراك قريبا. كل الشكر ليك سيد نايل الجوابرة المحلل الاقتصادي الإماراتي المعروف.